خليني عايزة حضرتك كده تقول ألو، معانا كابتن ناصر مدير الكرة السابق بنادي التضامن الكويتي. كابتن ناصر ديحاني. كابتن ناصر، ألو مرحبا. أهلا بيك يا حبيبي، أهلا بيك. يا هلا مرحبا، مساء الخير. أول شيء مساء النور، بهني منورنا مسي يا عليك. كابتن في برنامج السادسة. يا هلا مرحبا فيكم، برنامج طبعا غني عن التعريف. حبيت أمسي على الكابتن الكبير أحمد نخلة، ومسي على الإعلامية المتميزة سارة محسن، وامسي على جماهير نادي الاهلي في الوطن العربي كله. منورنا طبعا يا كابتن، وعشرة كبيرة طبعا وذكريات كتير يا كابتن أحمد. طبعا ده صديق عمري كابتن ناصر الديحاني، من الشخصيات المحترمة جدا اللي بجد ساعدني كتير جدا جدا في الكويت، وكان معايا على طول، ويعني شخص عزيز عليا جدا يعني بجد يعني. رحلتك في الكويت بتفتخر بيها طبعا. طبعا طبعا الحمد لله رب، الحمد لله سايب اثر طيب جدا هناك، واخد بطولات، وهو كان من ضمن الناس بصراحه اللي كانوا داعمين ليا في النادي ان انا اقف شكله كويس، والحمد لله يعني بصراحه يعني انا سعيد بيه جدا، هو حبيبي قوي يعني. منورنا طبعا يا كابتن ناصر، وقول لي كده، متابع صعود النادي الاهلي مشواره كده لحد ما صعد لنهائي والله افريقيا؟ والله انا شوفي، انا بالبدايه ابارك بنفسي كوني احد مشجعين نادي الاهلي، وبارك مجلس اداره نادي الاهلي وخاصه الاسطوره محمود الخطيب، وبارك الجهاز الفني والاداري واللاعبين وجماهير نادي الاهلي في الوطن العربي كله، وان شاء الله تكمل فرحتنا بفوز الفريق ان شاء الله في بطوله افريقيا. مشجع اهلاوي ان شاء الله هالشيء جدا جماهير نادي الاهلي هالشيء. بالنسبه للكابتن احمد نخله، يعني احمد نخله اخوي، اخ صديق، وتعاملت معاه في نادي التضامن، حقق يعني العديد من البطولات والمراكز المتقدمه، يعني مدرب ما شاء الله عليه، الله عليه. يعني اول شيء احمد نخله اخلاق، يعني كونه ما يتعامل معه كمدرب، تعامل معه كاخ، كذلك اللاعبين تعاملوا معه كاخلاق، حصل على البطولات امانه مع نادي التضامن يعني بالفريق الاول، وكذلك المراحل السنيه حصل على بطوله نادي كذلك، يعني درب نادي القادسيه الكويتي من اقوى الانديه في الكويت، حصل على بطوله يعني تاريخيه في نادي القادسيه ثلاثيه. يعني واحمد نخله، انا يعني لازم يكون حتى الجماهير نادي الاهلي، احمد نخله حاصل على لايسن اي، وحاصل على لايسن اي من الاتحاد الدولي، وحاصل على عده شهادات تدريبيه. صراحه انا والله قاعد اتكلم على ما شاء الله عليه، الله مدربين ومن لاعبين متميزين وعملاق، سواء في اخلاقه وداخل الملعب او خارج الملعب. ايه اكتر حاجه بتميزه فنيا عن غيره من المدربين يا كابتن ناصر؟ والله شوف، احمد نخله يمتاز اول شيء، اول شغله بالهجوم، يدرس الخصم صح. يعني احنا عندنا مقوله في 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 كره القدم، الشوط الاول دائما شوط لاعبين، الشوط الثاني شوط مدربين، ابداع المدرب. احمد نخله ما شاء الله لا اله الا الله، من الاشخاص اللي يقرا الخصم صح، يعرف شلون يتعامل مع اللاعب، يعرف شلون يقرا الخصم. يعني امانه حصلنا على بطولات، يعني كانت لنادي التضامن نقله نوعيه، طلع العديد من اللاعبين حق المنتخب الكويتي، وصل لاعبين ما شاء الله لا اله الا الله، يعني تطور مستواهم، وصلوا المنتخب، مثلوا المنتخب الاولمبي الكويتي، عندنا لاعبين لعبوا بالفريق الاول كانوا صغار، وصعدهم اعطاهم فرصه ان يلعبون بالفريق الاول. وتعامله مع اللاعب، يتعامل مع اللاعب يعني كاخ كابن، ما يتعامل معاهم مثلا كمدرب العمل النفسي. شلون ما شاء الله حسن شحاته، انا كل كلمه اقول له انت المعلم، حسن شحاته نفس حسن شحاته، يتعامل معاهم كاخو. ربنا يخليك يا حبيبي، دي حته مهمه جدا فعلا، الجانب النفسي ده يا كابتن احمد. طبعا تحب تقول ايه لكابتن ناصر؟ والله الله يحاسبني عليها. حبيبي يا كابتن ناصر ابو محسن، بشكرك طبعا على كلامك الجميل دوت طبعا، وانا بقول طبعا اذا كنت انا نجحت ولا الحمد لله ربنا وفقني الحمد لله في الكويت، وقعدت الفتره الكبيره ديت ان انا برضو الحمد لله مستمر في التدريب، فده الحمد لله رب مش لوحدي، لا انا بقول لك انت كان لك دور كبير معايا، والحمد لله يعني كنت داعم ليا جدا جدا، وكنت شاطر جدا في شغلك، كنت بتوفر كل الامكانيات، حتى اللاعبين اللي احنا كنا بنقدر نتعامل معاهم نفسيا كان هو العامل المعنوي كان عند كابتن ناصر بصراحه، وبعدين هو كمان يعني علاقه كبيره جدا بيني وبين ناصر وبين حمود ومساعد وداري وحزام، كل اخواته يعني بيتي يعني بصراحه يعني، فكان يعني كابتن احمد احنا استفدنا منك، احنا خذيناك صراحه بالكويت واستفدنا منك، الحين الدور على 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 الاخوان في مصر في الاتحاد المصري انهم يستفيدون منك، واحنا ودنا ان ترجع عندنا بالكويت الحين يوم قبل باكر، بس يفكون الطيران
ترجع وتمسك الفريق ان شاء الله. الله يخليك يا حبيبي. الله يخليك يا حبيبي. انت بالعكس خساره لنا، خساره احنا اقسم بالله العظيم. انا الحمد لله يا رب يخليك يا حبيبي. افضل المدربين المتواجدين حاليا في دوله الكويت. الله يخليك يا حبيبي. بشكرك جدا كابتن ناصر. ياخذ الجوائز عن طريق افضل مدربين في الاتحاد الكويتي، دائما يعني يعطونا جوائز ويشارك معاهم بالامور هذه، كذا جائزه حصل عليها. واتمنى انك تقدمها ان شاء الله في البرنامج. بشكرك برنامج مميز، برنامج استاذ صراحه لكل جماهير الوطن العربي، جماهير اهلي في الوطن العربي كله يتابع ان شاء الله عليك. بشكرك جدا كابتن ناصر الديحاني مدير الكره السابق بنادي التضامن الكويتي.